في جامعة بوليتكنيك فلسطين بالخليل اجتمع الكل الفلسطيني بدعوة من فصائل العمل الوطني والإسلامي والفعاليات الأهلية والشعبية. اجتماع جاء ليرفع الصوت عاليا بأن كفى للانقسام وحان الوقت لطي هذه الصفحة المؤلمة. نأمل ومن خلال هذا اللقاء أن نتوصل إلى الذي نصب إليه، وهو لأم الجراح وإنهاء الانقسام ليعود الإخوة على طاولة واحدة. صرخة من مدينة الخليل، صرخة من ثلث الدولة الفلسطينية، ثلثها يعني، بتقول إنه بدنا نرتب بيتنا، بدنا ننهي هذا الانقسام، هذه الصفحة السوداء العاطلة في تاريخ شعبنا الفلسطيني. أن تكون مخرجات حواراتها الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لعقد انتخابات تشريعية ورئاسية في أسرع وقت ممكن. كانت تلك أبرز المطالب التي نادى بها المجتمعون. أنا أعتقد بأن هذه جزء من برنامج كبير، وهذه خطوة للأمام، وخاصة في هذا الوقت مع بدء مرحلة جديدة أو جولة جديدة من المفاوضات بين الحرفين. هذه الفعاليات اليوم تتجسد بشكل جزئي هنا وهناك، بدءا من غزة وانتهاءا بالضفة الغربية عموما في كل مواقعها وفي القدس، لتقول أن الشعب غير راضي عن الانقسام، وبالتالي على جماهيرنا أن تعود إلى الميدان لتقول لا للانقسام، لا للانقساميين، نحن مع الوحدة الوطنية، نحن مع البرنامج الوطني الموحد. نحن نعلم أنه لا مصالحة ولا تقدم في أي قضية للشعب الفلسطيني إذا لم يحدث هنالك مصالحة حقيقية على أرض الواقع، وهذه المصالحة أول يعني نتائجها سيكون بإذن الله الانقسام الذي اليوم نحن نجتمع من أجله، من أجل أن نرفع صوتنا جميعا أننا ضد الانقسام، أننا جميعا نطلب بالمصالحة من أجل إنهاء هذا الانقسام البغيض. الطلبة من جانبهم قدموا مجلسهم نموذجا لوحدة الفلسطينيين باحتضانه لكافة التوجهات على أساس الوحدة الوطنية والمشاركة الجماعية. قمنا بتشكيل أول مجلس وحدة وطنية بيعتمد على أساس الوحدة الوطنية والمشاركة ما بين كافة اللجان، على عكس النظام الموجود في الجامعات الثانية واللي هو موضوع التمثيل النسبي في اللجان في مجلس اتحاد الطلبة. معنيين النموذج اللي احنا قمنا فيه وخضناه خلال الدورة اللي عدت انه يتعمم على باقي المؤسسات الموجودة سواء في الضفة أو قطاع غزة. هي سلسلة فعاليات يبادر بها شخصيات محلية ومؤسسات محلية ووطنية من أجل رأب الصدع الفلسطيني، فبدلاً من أن يذهب كل لون من هذا العلم في حال سبيله لا بد من تجميع الألوان مجدداً. لتلفزيون وطن، لؤي وزوز، الخليل.